يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا غرست نخلا في أرض جاري فهل يجوز لي أن آخذ ثمار هذه الشجر إذا أثمرت مع أنني قد غرست في أرضه بغير إذنه؟ إذا رضي بهذا ما في بأس، أما إذا لم يرضى أنت غاصب ولا يجوز لك هذا. نعم، وعليك قلع الشجر إذا طلب منك إخلاء أرضه، عليك قلع الشجر لأنك متعدي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأيضا بعد القلع عليك ضمان ما حصل على الأرض من الضرر في الحفر وفي العروق اللي فيها تضمن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.